مشاهدينا الكرام، من منا لا يحب طعم رقائق الذرة صباحا عند تناول وجبة الإفطار، وذلك بإضافة الحليب معها، إذ أنها الوجبة المفضلة لدى الأطفال وكذلك الكبار، ومن الممكن أن تكون أكثر لذة وصحة بإضافات أخرى. لمعرفة المزيد نتابع التقرير التالي ولنا عودة. تعد رقائق الذرة وجبة غذائية كاملة ومتكاملة، وهي من أطعمة الإفطار الشعبية الغربية التي يفضلها العرب، لأنها تحتوي على كثير من الفيتامينات والحديد والمعادن والكالسيوم والألياف التي يحتاج إليها جسم الإنسان، وهي مفضلة عند الجميع لأنها لذيذة ومقرمشة، ويفضل تناولها كوجبة إفطار غنية. تتعدد فوائد رقائق الذرة، فهي تساعد على إبقاء حركة الأمعاء طبيعية لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة، وتمد الجسم بالسعرات الحرارية اللازمة والحيوية والطاقة، وذلك لاحتوائها على البروتينات، وتعزز الأداء الذهني والبدني، وتحسن من مستوى أداء المخ وخلايا الدماغ، ما يجعل من يتناولها أكثر قدرة على الحفظ والاستيعاب والتركيز، وتساعد على الحفاظ على الوزن المثالي الصحي. يمكن تناول رقائق الذرة مع كثير من المكونات المفيدة في وعاء من رقائق الذرة والحليب ليبقيك ممتلئاً لمدة أطول، ويفضل تجنب إضافة السكر إلى وعاء رقائق الذرة، وبدلاً من ذلك يمكنك إضافة بعض الفاكهة الطازجة إليها والاستمتاع بها، أو إضافة الفاكهة الجافة المقطعة إلى الوعاء كاللوز والجوز والبندق. إذن من هذه الوجبات الصحية وبهذا المنظر وبهذا الشكل تكون يعني بالفعل الوجبات مهمة جدا، تكون متكاملة وتكفل لنا طاقة لإكمال عملنا في يوم صباحي. إذا مشاهدينا الكرام، كل منا يسعى لتحقيق شغفه في الحياة، وضيفنا لهذا اليوم محب للرياضة تعمق فيها منذ صغره، واجتهد للوصول إلى مراده من ألعاب القوى إلى لعبة الجودو. نرحب في هذا الصباح بضيفنا عبد الرحمن طارق محمد، لاعب جودو. مساء الخير. صباح الخير. صباح النور. إذا عبد الرحمن، اليوم تحدث عن الجودو، والجودو من الرياضات القتالية والألعاب القوى اللي بالفعل يعني تهذب النفس، تزيد الطاقة. لكن كيف بدأ معك عبد الرحمن حب الجودو وشغفك للجودو؟ أول شيء، لعبة الجودو هي من أهم الرياضات الدفاع عن النفس، وهي من مؤسسها جيغورو كانو، ونشأت في 1882، وهي تعتبر يعني من أحسن من الألعاب الفردية الدفاع عن النفس، وهي أيضا يعني ترتيب 13 في العالم عن الإصابات، يعني يعني بيكون أحسن من ترتيب الكورة، يعني والناس ماخذ عنها فكرة سلبية، يعني هاي الفكرة، يعني فيها بالنسبة للضربات أقل من أي رياضة أخرى، هي أقل من الضربات، وهي ترتيب 13 العالم، يعني وهي لعبة قتالية ولعبة عن دفاع النفس، يعني المفروض يعني أكثر خطورة يعني وأكثر إصابات. يعني شو اللي خلاك عبد الرحمن تختار الجودو؟ والله أنا شفت يعني بصراحة، يعني كنت من 8 سنين كنت قاعد أتمشى في كورنيش كلبة، وكابتن جعفر يعني الله يجزيه الخير، يعني وأستاذ سالم مزروع، يعني كان ساعتها يعني كان رئيس مجلس إدارة، يعني كان مشرف الألعاب الفردية، هو اللي خلاني يعني شافني انا بطل، ما شاء الله، قال لي يعني انت يوم في الايام تكون بطل، ويعني كلامه صحيح، يعني هو كابتن جعفر معروف يعني ابطال المنتخب وابطال العالم، يعني ابطال اللعيبه يعني من نادي كلبه، يعني يعني بشكر كابتن جعفر ومجلس اداره والمدربين. يعني من 8 سنوات انت بديت لعبه الجودو؟ من 8 سنوات بدأ الجودو ان شاء الله، كان اول بطوله حققت المركز الثالث، ما شاء الله، ومن بعد البطوله هاي كل اول لين الحين، تبارك الرحمن. واخر بطوله كان كاس سفير اللبنان في الجودو، حققت الحزام الاسود،
الحمد لله يعني ما شاء الله. واغلب البطولات في مجر الشارقه يعني ما شاء الله مجر الشارقه وكذا. ثمان سنوات اكيد المرحله الاولى تكون من المراحل الصعبه انك تبادر وتبدا في رياضه جديده. كيف كان دخولك لرياضه الجودو كبدايات فيها؟ والله انا اول لعبه لعبتها يعني كنت العب من صغري على مد العاب القوه. من اول روضه عندي بطولات ما شاء الله. انا من اول روضه اشارك في الرياضه وانا كان الرياضه بدمي يعني مثلا يقول. والحمد لله يعني رياضه الجودو انا بحبها. انا حبيتها من تعاملها واسلوبها وزي واحترامها وفكره حلوه يعني فيها. بما انك من صغرك محب للرياضه، الرياضه بشو انعكست عليك عبد الرحمن؟ اثرت في تصرفاتك؟ اثرت في تواصلك مع المجتمع مع الناس؟ شو الايجابيات اللي انت جنيتها من الرياضه عبد الرحمن؟ يعني الرياضه هي طبعا تحترم يعني يعني والناس اللي يوم تعرف انك تتمرن في الرياضه تحترمك. وشيء حلو يعني تتعلم الرياضه وتعمق فيها وتكون بطل فيها يعني شيء. كيف بالمدرسه مع اصحابك؟ هي بخير الحمد لله. وانا ايه؟ بعد يعني احنا ادرس في جامعه في مصر تربيه رياضيه يعني ما شاء حتى الله. في الجامعه ادرس بكالوريوس تربيه رياضيه ما شاء الله يعني. هذا كان مميز يعني بانه يكون الطفل في مرحله الطفوله يكون طبعاً. عنده لياقه، عنده حتى يكون قوه، تعريف، جراه. يعني الان انت الان في مرحله مختلفه تماما، مرحله المدرسه مرحله جامعيه، ف هذه كلها دليل على ان الرياضه مهمه جدا. مهمه جدا تبث الصحه في جسم الانسان. اكيد طبعا مهمه جدا يعني خليك يعني تلهي عن المشاكل وعن الفساد وعن يعني تمشي في طريق سليم يعني. الحمد لله. الرياضه مهمه جدا جدا وانشد يعني اولي الامور يودي عليهم يعني النوادي يعني ونادي كلبه ما شاء الله يعني كل الالعاب وكل الخاطر فيه موجود يعني. الرياضه مهمه وبالفعل رساله لكل الاسر بان التغذيه مهمه. التغذيه كذلك. التغذيه والتمارين واللياقه لازم كله مع بعض يعني. عبد الرحمن ذكرنا بأن بديت من ثمان سنوات والبطولات ما شاء الله من أول بطولة حققت يعني أول مشاركة. أنا لعبت مصارعة روماني ولعبت ألعاب قوة ولعبت كان كل مركز أول يعني. شو الفرق بين المصارعة الرومانية؟ المصارعة الرومانية تعتمد على الجسم أكثر يعني. أما الجودو تعتمد على البدلة. يعني تعمل تمسك حركة البدلة يعني. وهي أكثر أمان يعني الجودو. وصلت اي حزام الان؟ حزام الاسود الحين ما شاء الله يعني اقصى المراحل. من بين كل حزام هل في سنوات معينه؟ هل في تمارين معينه تختلف حتى انك تحصل او توصل للمرحله الثانيه؟ الحزام الملونه من اول الابيض لين الاسود يعتمد على اسامي الحركات والتمارين والحركات وكذا يعني. اما من الحزام الاسود في حاجه اسمها دوره الكاتا. كاتا الكاتا شو بالضبط عن الكاتا؟ الكاتا هي مثل حركات هوائيه يعني تعلم حركات كذا يعني. يكون في حركات هوائيه معينه وسامي الحركات اهم شيء لازم تحفظيها وكذا يعني. اداء الحركه يكون سليم يعني. يعني في فتره الحصول على الحزام هل يكون في امتحان؟ يكون في اختبار؟ في طبعا اختبار. اختبار اكيد يعني في لجنه حكام وكذا يعني. جميل. فتره حصولك على الحزام اكيد يعني هاي تكون مرحله عاليه جدا. اني اعتقد ان عبد الرحمن يكون في مرحله تدريب. هي ان شاء الله اكيد. انت بديت تدرب في الجودو؟ لا انا ادرب. لا بجودو احنا انا لاعب في الجودو بعد. قاعد ما زلت لاعب؟ نعم لاعب عشان ادرس بعدني ما شاء الله. ان شاء الله بتخصص في الجودو. نعم قلت بتخصص في الجودو اخر سنه تخصص في الجودو في الكليه. ان شاء الله بي الان تنعرض لنا صوره لعبد الرحمن. هاي كان اول هذه اول بطوله. اول بطولات كنت وانا صغير كنت العب كوره كنت لعيب كوره بعد. ما شاء الله. دي كانت قبل كان هداف بالدوري. تبارك الرحمن. هذه وين؟ دي البطوله كانت اخر بطوله في كاس السفير الياباني ودي مجلس الشرقه دوري العام زايد. هذه كانت في الامارات؟ هي مجلس الشرقه. هاي في نادي كلبه. هاي بطوله نادي كلبه. هاي بنادي كلبه. معظم البطولات يعني كلها في نادي كلبه مجلس الشرقه يعني. وكيف شفت رعايه نادي الاتحاد؟ هاي اخر بطوله كاس السفير الياباني خلنا حزم الاسود ودي الابطال. ما شاء الله اصدقائك وزملائك. كيف كانت رعايه اليوم الوطني؟ سالم مزروع يعني ده نائب رئيس النادي يعني. دائما يعني انا لاحظ لاعبي الجودو عندهم بنيه جسمانيه. هي طبعا اكيد. هذه البنيه الجسمانيه فيها تمارين معينه فيها لياقه معينه يجب ان يكون محصل عليها لاعب الجودو. هي طبعا اكيد يعني لعبة الجودي تحتاج جهد وتحتاج قوه وتحتاج طاقه عشان كذا لازم التغذيه مهمه جدا للالعاب الفرديه والالعاب القطريه. عشان التغذيه مصدر اساسي للطاقه ومصدر كارب يعني ولها عناصر كامله الفيتامينات والكارب والبروتين عشان الجسم يتكون بقوه طاقه يعني. ذكرنا عبد الرحمن ان بدايتك اكتشافك من مدربين في نادي اتحاد كلبه، كيف كان دعم نادي اتحاد كلبه لك؟ والله يعني نادي اتحاد كلبه يعني من مجلس الشارقه رئيس النادي المدربين كلهم ما مقصرين يعني مع اللعيبه وبالذات يعني استاذ ابراهيم البيرك يعني اداري الالعاب الفرديه اي شيء اللاعب يحتاجه يعني يحب يدي اللاعب يعني. يعني ما شاء الله يدعم اللعيبه وكل شيء يعني
يحبب اللاعب في نادي، يعني يحبب اللاعب في انه يموت يضحي باجل نادي قلبه. ما شاء الله. يعني انا كنت بصراحه ادخل المباراه ما يهمني اي حد، يعني ما يهمني شو اللي بيحصل، المهم ملعب، يعني بروح نادي تحت قلبه بروح. قبل اي مباراه عبد الرحمن تحس ان في مسؤوليه على عاتقك، تحس ان لا انا لازم اليوم احقق بطوله؟ لازم، نادي تحت قلبه اللي بيلعب باسم نادي تحت قلبه واسم خصوصا كابتن جعفر، كابتن جعفر معودنا شيء الاول، نادي قلب الاول على طول، احنا خمس سنين كأس رئيس الدولة من الكلب الأول، وكان كل بطولة كالمدربين يأخذوا الأول أحسن مدربين وأحسن أحسن لعب أحسن لاعب في البطولة يكون عندنا. يعني معظم البطولات معظم الجوائز في البطولات من نادي اتحاد كلبة. بنظرك لعبة المنتخب كلهم من نادي اتحاد كلبة. ما شاء الله. بنظرك عبد الرحمن المدرب الحقيقي شو صفاته؟ المدرب الحقيقي إنه يعني يعتبر إن اللاعب أخوه مثلا، أخوه ولا يخوفه ويكون معه ويسمع ويتكلم معه نفسه، ده اللي حصل حاليا. ما شاء الله. كابتن جعفر يعني كابتن جعفر يعني مع اللعيبه مهما كان بطل مهما كان ده يقعد ويسمع ويتكلم شو نقصك شو هذا، ده شيء دور مهم جدا للاعب، يعني نفسيه كراحه قبل البطوله، عدم التوتر قبل البطوله، عدم بصراحه يعني ده موجود. يعني التوتر قبل البطوله ياثر على اللاعب مهم جدا، يعني كلام المدرب مع اللاعب. التوتر مهم جدا بالذات في العاب الفرديه والعاب الجودو، يعني قتاليه هي لعبة خوف، يعني لعبة مش خوف، يعني هي لعبة لو أنت توترت خطر، أي لحظة ممكن اللاعب الثاني يبدأ عليك. يعني نعم، ذكرت أنك الآن تدرس وتكمل في تخصص جامعي، تربية رياضية. إن شاء الله أدرس رياضية. مصر وأي ما شاء الله تربية رياضية، يعني توني أيام مصر من شهر. الحمد يعني لله على السلامة ونورتنا، وكيف حالك يعني الدنيا؟ الحمد لله بخير. فكيف يعني هذا التخصص أنك اخترته بالفعل حبا بالرياضة؟ أنا نسبتي يعني حلوة، يعني في كلية كنت ما أدخل هندسة، نفسي أخواني كلهم دكاترة يعني ما شاء الله، يعني ما شاء الله، بس أنا حبيت أدخل هالمجال عشان ده مجالي، يعني من صغري أعرف أن أدخل هالمجال. والأهل كانوا موافقين على رغبتك؟ طبعاً، أهم شيء أنت مش مهم تدخل أي جامعة، مهم تكون متفوق في شيء رياضي ولا شيء، بالعكس الرياضة من أهم شيء في الحياة، يعني من أهم العناصر. يعني أهم أنت ذكرت كيف أن النادي كان مقدم لك الدعم، لكن ما ذكرت كيف الأسرة كانت مهيئة لعبد الرحمن، وضع الرياضي، وجوده في البطولات إن كان خارجية أو حتى داخلية. من عند ربنا طبعاً، أهم شيء الحمد لله. طبعاً يعني أهلي يعني وأسرتي يعني ما مقصرين معي، يعني هم دعموني أصلاً بالأول رياضة جودو، هم اللي حببوني في الرياضة وحببوني أن أدخل صالة الجيم وكذا يعني. ما شاء الله. وأنا حققت بطولات كمال أجسام بعد في مصر، جبت أول جمهورية ما شاء الله سن 21 سنة، كنت أصغر لاعب يعني في البطولة وجبت حققت المركز الأول، يعني الحمد لله ما شاء الله. يعني لعبت بعد بطولات، يعني لعبت مصارعة، جبت أول بطولة لعبت مصارعة في الدولة في الإمارات هنا. ولعبت جودو ولعبت ألعاب قوة ولعبت رفع أثقال، لعبت كثير يعني الحمد لله. لكن أقرب من هذه الرياضات بين المصارعة وألعاب القوة والأثقال وكذلك التايكواندو أو الجودو، أكثر لعبة قريبة لعبد الرحمن؟ الجودو. ألعاب في الجيم صار الرياضية تحتاجيها كجودو، يعني يعني بتقوي جسمك، بتقوي الجودو الجودو الأصل يعني الأساس. أي هو الأصل، هو اللي عبد الرحمن يركز فيه كل قوته كل طاقته، متفوق فيه ولازم تفوقي في لعبة واحدة عشان تعرفي توصلي فيها. لأن الإنسان لما يكون هو جميل يكون عارف بكل المجالات بكل الميادين. كنت مصارعة الأول بعدين حولت الجودو. كنت مصارعة. مصارعة يعني ما أقدر ألعب لعبتين، دائما تركزي في لعبة واحدة عشان تعرفي توصلي إليها. ألعاب المصارعة أنا دائما أشوفها الحقيقة، يعني أنا وأحب أن أتنور منك وأعرف هل هي فيها ضرب حقيقي ولا المصارعة ما فيها ضرب في كحلبة المصارعة نفسها؟ لا ما فيها ضرب يعني نفس ألعاب الشوارع، ضرب الشوارع كذا يعني. هي ضرب يكون يعني يعني أمان، فيها أمان يعني، بس يكون أكثر خطورة شوية. يعني ما تصنف مثل الجودو كثالث أخطر لعبة، 13 أخطر لعبة. 13 طبعا المصارعة أكثر شوية. لكن اتجهت للجودو انها اكثر امان، وكذلك أمان وحبا كابتن جعفر، حبا للكباتن، حبا للاداره. يحظى كابتن جعفر والله حظى انا وايد احب كابتن جعفر يعني ما شاء الله. اللعيبه كلهم محبوبين لكابتن جعفر والاداره الله. يعني اهم شيء الاداره والكباتن كذا يكون لي نفسيه، اهم شيء النفسيه. يعني مدرب مهم جدا، يعني مهم جدا لاي لعبه، لاي لعبه مهم جدا. نعم، حتى انا ادرب يعني في الجيم وكذا لازم المدرب يكون ليه مثقف ويعرف، يعني عشان يوصل اللاعب انه يحترم المدرب حتى. نعم، يعني لما مدرب يعني كذا يحبني انا احبه واسمع واجيب اول عشان ارضيه وارضي النادي وارضي يعني كذا. ذكرت ان الغذاء مهم جدا في الرياضه. نعم، بما انك تدرس في التخصص الرياضي كذلك، هل موجوده في المساقات الدراسيه اهميه التغذيه او جزء من الدراسه عندكم؟ التغذيه اهم جدا في اي لعبه. التغذيه يعني لو لاعب مثلا لو ما يستخدم من عناصر التغذية ما بيقدر يستخدم قوته وبطاقة ولا صحيح. أي شيء،
وغلط ممكن يدوخ، يعني ممكن نقص عنده، نقص في الفيتامينات، نقص في الكالسيوم، نقص في البروتينات، نقص طبعا غلط التغذية أهم مصدر قبل ما تلعب الرياضة، قبل ما تبدأ الرياضة. تنصح أن اللاعب يجب أن يكون متخصص وأكاديمي في مجال الرياضة؟ مش شرط اللاعب يكون متخصص يعني، بس يأخذ نبدأ أو فكرة معينة عن التغذية عن التمارين عشان يبتعد عن الإصابات ويبتعد عن الأشياء الخاطئة. نعم، لكن لو حاب يدخل مرحلة التدريب، تدريس أو تدريب، أيوة. يتوجه لكل جامعة وتوافق الآن يعني. نفس أنا ما دخلت ما شاء الله يعطيك العافية. الآن بإذن الله يعني البشائر تهول على المنطقة الشرقية، ومدينة كلبة ستكون فيها أكاديمية رياضية متخصصة بإذن الله يعني، وترى النور يعني تخرج هذه الأكاديمية وتخرج كوكبة من الرياضيين الإماراتيين وحتى العرب والعالميين، لأن وجود مثل هذه الأكاديمية هي كنز رياضي وأساس، ويكون في مدينة كلبة يعني هذا أطل الدولة كلها من كلبة معظمهم تبارك الرحمن، عشان ما حد يزعل علينا لأن كل الدولة لا دولة كل الدولة بس أكثر بطلات يعني في الجودو لعبت كلبة يعني ما شاء الله. هذه إن البيئة محفزة، أمارة الشارقة دائما من خلال مجلس الشارقة الرياضي تحت مظلته هناك إشراف على النوادي والأندية الرياضية في كل المناطق الحقيقة بالإمارة، إن كانت وسطى وشرقية والمدينة في الشارقة ككل، هذا اهتمام واضح ونرى ونلتمس هذا الاهتمام من خلال البطولات المحققة من قبل اللاعبين. إن شاء الله عبد الرحمن أنا سعيد اليوم باللقاء، لكن قبل أن أنهي هذا اللقاء كلمة أخيرة وتطلعات عبد الرحمن في مجال الرياضة. طبعا يعني لا يعني أشكر، أهم شيء أن اللاعب أن يتوجه للرياضة من منذ صغر يعني من الصغر ويعتمد على التغذية ويعتمد على الاحترام. طبعا يعني الجودو أو أي لعبة تقوي من تنمية تفكيرك، تقوي من جسمك، تقوي من يعني تحلي أكبر من سنك يعني. اللاعب عبد الرحمن طارق لاعب جودو سعيدة بلقائك، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله ببطولاتك وكذلك في الدراسة بإذن الله إن شاء الله. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام، تتنوع الوجهات السياحية في المنطقة الشرقية والتي تتمتع بمقومات ذات معايير عالية من الأمن والسلامة، إذ يعد منتزه ميدان خرفكان من أهم المعالم السياحية في المنطقة والذي يعد منتزها للعائلات والزوار. التفاصيل أكثر حول ميدان خرفكان في التقرير الآتي لنتابع. متنزه ميدان خرفكان أحد أجمل المعالم السياحية والجاذبة للزوار، إذ تتعدد الخدمات والمرافق العامة لمرتادي المتنزه، فقد خصصت أماكن لجلوس العائلات ليقضوا أوقات ترفيهية ممتعة وليستمتعوا بمشاهدة عرض النوافير التي تضفي لمسة فنية لزوار المدينة. يضم المتنزه عددا من المساحات الخضراء ومناطق لعب للأطفال من أحدث الألعاب الترفيهية، مع مراعاة توفير هذه الخدمات وفقا لمعايير عالية من الأمن والسلامة. وكذلك خصصت مساحات واسعة للجلوس وممرات للمشي بجانب البحيرات. يتميز الميدان بالبحيرات الأربع التي تعمل نوافير المياه فيها بأحدث التقنيات ونظم الذكاء الصناعي، وذلك من أجل الربط بين جميع النوافير للعمل معا في وقت واحد، لتضفي جمالا على منظر المدينة ولتكون وجهة ومتنفسا لأهالي المدينة وزوارها. ومن ميدان مدينة خرفكان هذا المتنفس العائلي والخاص بالزوار المميز بطبيعته وكذلك بالخدمات الموجودة به. إذن إلى هنا نكون أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، وإلى حين اللقاء بكم تقبلوا تحياتي أنا وتحيات طاقم برنامج صباح الشرقية. مع السلامة.